السلام عليكم. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، حلويات العيد، حمصية بثلاثة أشكال، حمصية مرتوبة ومشخشخة. خذيت لنا 250 غرام حمص نرحي، كنت نقيته وبعدك عرشته شوية، جست شوية على النار، تجمو في الفرن تجمو معناتها عادي في طاجن الفوق، بعدك هزيتها للرحاي رحيها لي هكا بودر جويدة على الاخر كالفينينة بالضبط. باش ناخذو نص دقيق الحمص فنينة، خديت 250 غرام دقيق حمص، لنا عندي 125 غرام فنينة، فنينة بيضة عادية، ولنا خديت 150 سكر محور وحطيت عليها 60 غرام انشاء عادي، وعندي لنا بيان سور باش نلمدها 250 مليلتر زيت زيتونة. انتم تجمو تعملوا زيت نباتي، تجمو تعملوا شطر بشطر كيف ما تحبوا، كيف ما تجمو تعملوا زيت السمنة. اول حاجه ونغربل لهم الكل. طيب باش نبداو نحضروا العجين نتاعنا. نخلطوا اول حاجه هكا شويه الشاحين نتاعنا، مكونات الشاحه، باش نبدا نزيد الزيت تدريجيا. بعد ما عجنت العجين نتاعي بالكدا 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 تحصلت على العجين هذايا كيف ما ترى، بات هكايا كي تهزها في يدك تتكمل، اما ما تتشكلليش. الناس اللي ما عندهاش ماكينه تزيدوا شويه زيت وتقعد تعجن 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 لين يولي يتشكل. انا لنا باش نعجن بالماكينه راحتين ثلاثه صديقو انتي وياه كيفاش يخرج معناتها. كملت ريحه العجينه نتاعي الريحه الاولى كيف ما تراوح يكون هكايا مفتفت نوعا ما، اما هو بينصير مش كيف ما كان في التشكل ولا احسن، وهكذا جا في بالي يتشكل انا ريتو كيفاش تفرك يتشكل هو نوعا ما، اما يتفرك باش نزيدو ريحه ثانيه. كملت ريحه الحمصية متاعي كيف ما تراوها، ينهز هكا في اليد في ساعة ما تتشكل. ها تو باش ناخد شاطية باش نرميها في صحفة أخرى باش نزيدها الكاكاو، نزيدها مغرفة كاكاو بلاش سكر، ها مغرفة كبيرة، وباش نعمل انكيتا زيت باش هيك الكاكاو يدخل خاطر باش يشيحلنا العجين نتاعي، وانا بيسير ما حشتش بيه سياح. كملت ريقلت البودا العجين نتاعي وحطيت البودا كيف من هكايا الطريقة هذه، انتم حطوه عملوه بالشكل اللي تحبوه. باش نكمل هذه الحمصية نتاعي بعد ما عملتلها رحلتين كيف ما تراو تبدا هكا، باش ناخذ بالكتله بالكتله ونشكلهم كيف من هذه بالضبط. كيف ما تراو كملت شكلت لي بودان تاعي، تصلي عندي 250 غرام حمص معزنيهم يكون متفيشي تخرجوا لي خيرات. طيب باش نبداو نشكلوهم، باش ناخذ بودان ونبدا نخدمو هكايا بالطريقه هذه. ريتو قداش العجينة عطتني الطوعة خاطرها مخدومة بالقدا ترحط بالقدا، حلوها هكا وسيس عليها. انا طويلت عليا هيك علاش
نقصها على سنين، زيد نخدمها هكا بجنب اللي قاعد خشين. يلزمها تكون فرد عرض، فرد الخشن، نفس الخشن متاع هذا، نفس الخشن متاع هذا، وما تكونش خشينة. هي ديجا معناتها في الفرن باش تنفخ شوية، صحيح ما عملناش فيها خميرة باش تنفخ. عندي لنا شوية لوز وشوية لوز وشوية جلجلي، لوز مقطع شوية جلجلي، باش نرمي هكا شوية لنا جلجلي ما تهزش. الطريقة هذه، وتو باش نحط باش نمرر الخمسية متاعي. هكا حاولوا اخدموها باش حركوها هكايا باش الزينة متاعي تدخل. هكي تقريبا سيبون. خذيت لنا قرطاس ولا خذوا كرتون ولا مسطرة ولا اللي تحبوا انتوما، لنا القياس نتاعي قصته بالمسطرة اقل من 5 سنتيم بشوية. نحي الاطراف اللي خذوا مش مزيني ومش نقيس ونقص. كيفما تراو الكعبة متاعي ما تكونش كبيرة، ما تكونش عريضة ياسر. الطبق اللي مش ترميو فيه يا اما تعملو بابي كويسون والا ترميوها طول على الطبق، ما تدهنوه بحتى شيء، وحتى لو كان مش تزول الكوشة زيادة ما تدهنوهش، خاطر لو كان مش تدهنوه بالزيت اول حاجة الحمصية متاعكم مش تلصق، ثاني حاجة مش تتحل. تو باش نعمل شكل ثاني، تو باش نعمل المقروس كيف كيف باش ناخذ بودا نقعد نمشي فيه هكايا. تجمو تجيبو هذايا اللي نخدمو بيه المقروض الاسمر وتحلوه بيه هكا، اما انا منحبش الرمش ما هي كتير تتنحى راهو، انا باش نحلو هكا شوي بيدي نعمل هكايا شوية الاطراف هكايا ونعمل عليه نزلة خفيفة. باش ولي على طول وتو نحي الطرف هذا هكا ونعملهم كعيبات مقروس بالطريقة هذية. عملهم في الكبر اللي تحبوه، انا نحبو حجم متوسط تسمى ضريف معناتها هكا، فما نستعمل اكبر من هكا بيسر. حسيتها هكا كنتي خشينة شوية باش نزيد هكا جزء نزلة خفيفة هكذا نصور سيبا ونقطعهم بالطريقة هذه. نجمو تقصوا على حسب القالب، نجمو تاخذوا كعبة وتقيسوا عليها. تجمو تعملوا كيف ما تحبوا، كعبة متاعي ياسر مرتوبة.
طب باش ناخذ الشكل الثالث نتاعي كيف ما تراو هكايا. خذيت خطا تجم تاخذوا خطا علبة ثلجة خطا اي حاجة المهم يكون عنده ارتفاع هكا. ريتو كيفاش هكا غارقة. باش ناخذ هذه العجينة الكحلة اللي عملتها معاكم باش نسيس روحي وباش نحلها. اوبا تكون عندي عجينة كيف من هكايا. باش ناخذ واحدة بيضة باش نعملها بنفس الطريقة باش نحلها سيسو خاطر بريما في صار تكسر تحس هذا. باش ناخذ قالب النوارة هذا قاوه بالشكل هذا نعمل به الكعك الابيض نعمل به ياسر انواع حلو. باش ناخذو هذه العجينة البيضة نتاعي باش ننزل عليها لصقت في وسطها. طب باش نجيبها على الكحلة وكيف كيف شكون قصت في وسطها كما ترى بالطريقة هذه باش نجي في العجين هذا باش نعمل باش نقص نوارة واحدة أخرى بالطريقة هذه. تو باش نضغط عليها نضغط ضغطة باهية وباش نهزها القاع متاعها ما جانيش مزيان باش ناخذها لنا نديرها هكا شوية مش الكار نتاعها تستوى بالكدا ونزل عليها نزله مزيانه وتو باش نخرجها وتكون بالكيفيه هذه كيف ما تراو الطبقات. باش ندخلها من الفرن كل واحد والفور متاعو قديش ياخذ لك وقت. المهم دوب ما هي تبدا سخونه ما تشدوهاش راهي تتفرك تحطوها من 100 ل 150 معناتها في الفور. تحبوها تتشقق من الفوق واللوطه تحبوها ما تتشققش تعملوا تشعلوا كامل اللوطه اكاهو. تنجم تاخذ لكم نص ساعه كيف ما تنجم تاخذ اقل كيف ما تنجم تاخذ اكثر شويه نتوما وسخونيه الفور. طبق الحمصيه متاعي سافا حذر تقريبا خذالي نص ساعة في الفور بيصير متشدوهش. حطوه خرجوه وحطوه يبرد لبرا تو بعد كي يتنحى لكم يكونوا معكم الكعبات بالشكل هذا. نحاو حدم وحدم ما غير ما بدلت حتى أقصى جهد. هذه كعبة الحمصية متاعي من لو تتحمروا لي هكا شوية بزيادة النورات هذم جو ياسر مرتوبين هذا مزيدة بالنسبة لكعبة الحمصية متاعي سبع حاضرين هذوما باش نزيدوهم شوية زينة شوكولا معناتها في هذه الحفرة اختياري. باش نزين الشوكولا متاعي خذيت ساشي ولا خوي دو بوش هذه الشوكولا ذوبتها وزدتها شوية زيت بس تحلي بالبداء بس ناخذها ونرمي كمية شوكولا
راهو انا بالنسبه لنا معناتها عندي كميه صغيره من الحمصيه ما مستحقش ياسر. هكايا كعبت الحمصيه نتاعي نحطهم يبردوا الشوكولاته نتاعهم تبرد. هذو مكعبات الحمصيه في الصحن النهائي نتاعهم سهي. الشوكولاته نتاعي بردت عجبت الوصفه نتاعي. هذه وصفه حلويه يعمل العيد جيم ويعمل سابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. عيدكم مبروك.